نحن بالجبهة الشعبية تحرير فلسطين نؤكد بأننا حريصون أولا على أن يكون الرفيق بلال الكايد في صحة وعافية وأن يحقق هدفه وغيرته وإطلاق سراحه بدون قيد أو شرط، ونحمل الاحتلال الصهيوني مسؤولية أي مس بحياة رفيقنا البطل بلال الكايد، ونؤكد أنه إذا تعرض لسوء فسيكون ذلك وبال على الحكومة وعلى العدو الإسرائيلي بشكل عام. الصهيوني جرب الجبهة الشعبية عندما اغتال الأمين العام، جرب الجبهة الشعبية عندما استهدف مناضليها ورفاقها، كان الرد ورسالة الأمين العام للجبهة الشعبية ليس بأقل من الرأس بالرأس، فنحمل الاحتلال ما تؤول إليه الأمور، نحمل الاحتلال مسؤولية أي خطر يداهم أو يلاحق الرفيق بلال ومن معهم من المضربين عن الطعام. هذه رسالتنا للاحتلال الصهيوني، وهذه أمانة أسرار التي ستبقى دائما في أعناقنا، بأن الاحتلال ومصالحه مهددة دوما، وفي مرمى نيران أبطال الجبهة الشعبية وكل الفصائل المسلحة وكل مقاتلي أبناء شعبنا، فقضية الأسرى هي قضيتنا جميعا، ولن نسمح بالمطلق بأن يتفرد الاحتلال بأسرانا البواسل ونقف مكتوفي الأيدي أمام معاناة أسرانا. على الاحتلال أن يتحمل تبعات ذلك، ويعرف أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا تترك مناضليها، ويعني بعد ذلك آمل ألا يستشهد الرفيق، لأنه نحن متأكدون أن الرفيق بلال سينتصر في معركته هذه وسيخرج مرفوع الرأس. يدرك جيدا أن قضية الأسرى بالنسبة لكل الشعب الفلسطيني هي خط أحمر، وأن الاحتلال سوف يعني يكون أمام مأزق حقيقي إذا ما استشهد أي من الأسرى الفلسطينيين الأبطال في السجون الصهيونية، وأن على الاحتلال أن يراجع يعني تجاربه مع قضية الأسرى جيدا، لأن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا الأبطال.